من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، النصيحة والله أعلم إن أردت أن أتكلم بها سمعتها من الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، حيث قال يعني مسكين الذي لا يعرف نفع الناس، يعني لابد أن نشتغل بنفع الناس، بتعليم الناس، بوعظ الناس، إرشادهم، أخذهم إلى الخير. فقال هو رحمه الله، قال مسكين الذي لا يعرف نفع الناس. الله سبحانه وتعالى يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا.